السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تستخدم شات جي بي تي للدار الاحدث اللي هو شات جي بي تي تيربو، فالرابط اللي انا هحطه لك ده هيخليك تعمل الموضوع ده. لو انت تلاحظ هنا المود، ممكن تختار شات او تختار كومبليت او تختار انسيرت او تختار اديت. يعني انا ممكن اعمل انسيرت لملفات واخليها تعمل معاك. هنا عندي شات 3.5 تيربو، تقدر ان انت ده اللي هتعمل شات معاه، وتقدر تكتب اي سؤال انت عايزه هنا وهو يبدا ان هو يجاوب عليه. ده اصدار احدث من الاصدار اللي موجود عند شات جي بي تي. فلو تلاحظ هتلاقي هنا اوبن اي اي بلاي جراوند، ده اللي هو لو انت عايز تجرب الاحدث اللي لسه ما نزلش.